بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الزملاء محامي مصر، الزميلات والزملاء الأعزاء من الوطن العربي وأفريقيا، أبنائي الأعزاء من شباب المحامين، تحياتي إليكم جميعا. تابعنا في حلقاتنا السابقة سلسلة حلقات دعاوى الأسرة، بدأناها بالنفقات وتابعناها بسلسلة دعاوى التطليق ثم الطاعة والخلع، واليوم نتابع باستكمال سلسلة الأسرة بدعاوى ما بعد الطلاق، وهي المطالبة بالعدة والمتعة ومؤخر الصداق وأجر حضانة وأجر مسكن حضانة. واليوم إن شاء الله نبدأ هذه الحلقات بالحديث عن دعوة نفعت العدة والمتعة، ونذكركم وإيايا ما ورد في نص المادة 17 من القانون 100 لسنة 85 المعدل للقانون 25-29 على أنه لا تسمع الدعوة لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق. وكذلك المادة 18 مقرر تنص على أنه الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط. ونتناول الدعوة كما تعودنا بالحديث عن مفهومها، وهي مفادها استحقاق المطلقة لنفقة عدتها على مطلقة إلى أن تعتد منه شرعا، وحددتها المادة 17 بمدة لا تزيد على سنة من تاريخ الطلاق. إذن هي مدة لا تزيد على سنة من تاريخ الطلاق، وحنشوف في الحديث عنها بيتحكم بيها ازاي وقد ايه. ولكن اود ان اوضح ان للدعوة شروط كما تعودنا في بحث الدعاوى. الدعوة شروط: اولا تستحق هذه النفقة، نفقة العدة لا تستحق الا في حالة الطلاق، يعني مش زي نفقة الزوجية ممكن الزوجة تبقى نايمة مع جوزها على السرير وتشتكي بالنفقة، كمان مش شرط تبقى غضبانة بس، لا ده ممكن تشتكي ونايمة مع السرير. إنما نفقة العدة لابد أن تكون مطلقة لتعتد منه شرعا، وعلى أن تكون فترة العدة الشرعية قد انتهت فتستحق الزوجة نفقة العدة على ذلك. تاني شرط من شروط العدة، المدة المطالب بها لا تزيد على سنة من تاريخ الطلاق. والمحاكم في الواقع الأمر بتعتمد هذه المدة على اعتبار العدة الشرعية وتحسبها بمدة 3 أشهر من تاريخ الطلاق، هو دائما ما يتصدر الأحكام بذلك. ونشير إلى أنه قد تطالب المطلقة بنفقة العدة والمتعة بدعوة واحدة، أو تطالب بهما كل نفقة بدعوة منفصلة، دعوة العدة لوحدها ودعوة المتعة لوحدها، أو تضمهم كدعوة واحدة، دعوة نفقة عدة ومتعة. المهم إننا حددنا في دعوة العدة شرطين أساسيين: هي لا تستحق إلا في حالة الطلاق، وإن مدتها لا تزيد، لتستحق نفقة عدة لا تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق. وزي ما بقول المحاكم اعتادت على أن هي تقضي بمدة عدة شرعية 3 شهور. ونتطرق إلى بحث مفهوم المتعة كذلك كما تطرقنا إلى بحث مفهوم العدة، بأنها هي في مفهومها ومنطوقها المعاشرة والاستمتاع الذي حدده القانون بنفقة سنتين على الأقل كما ورد بالمادة 18 مقرر، سنتين على الأقل، وقد اعتبرها القانون أقل فترة تحسب
تعويضا للمطلقة على طليقها مقابل معاشرتها واستمتاعه بها طول فترة الزواج قبل الطلاق. واعتبر القانون مدة السنتين هي مدة لا تقل عن سنتين، يعني مدة سنتين هي أقل مدة ولكن تزيد عن ذلك وبشروط. فكل دعوة كما تعودنا في كل دعاوى الأسرة لا شروط. وشروط اللي نفت المتعة، أولا كنفة العدة لا تستحق إلا في حالة الطلاق والانفصال التام الدل على انتهاء المعاشرة والاستمتاع الذي هو سبب الدعوة. واضحة ايه؟ لازم يكونوا انفصلوا تماما، يعني مش هينام جنبها تاني، مش هيسلم عليها تاني، مش هتكشف عليه تاني، يعني بقى اصل ظرف الاستمتاع والمعاشرة انقطع تماما، اللي هو سبب ده سبب الدعوة اصلا. ثانيا القانون حدد نفقة المتعة بمدة سنتين على الأقل، وقد قد تزيد عن ذلك ولكن لا تقل عن سنتين. إزاي؟ تقدر بنفقة سنتين على الأقل، أي أنها قد تزيد عن ذلك ولا تقل عن ذلك، وقد تقدرها المحكمة في بعض الأحيان بخمس سنوات أو غيرها حسب تقديرها للظروف التي وصفها القانون. ايه هي الظروف اللي هتتحكم عليها نفقة المتعة؟ اول حاجة حسب يسار الزوج وقدرته المادية، راجل غني وراجل مقتدر وعنده شركات وعنده مصانع وعربيات وراجل تمام، يعني نفقة زوجها بالحجم ده مش معقول زي نفقة زوجها موظف بيقبض مثلا 2000 جنيه ولا 1500. تختلف بقى هنا في قدرة يسار تختلف دي عن دي، وهي دي القيمة اللي بتقدر عليها المحكمة قيمة النفقة، اللي هي قدرة الزوج ويساره المادي، وذلك حسب ما يثبته التحري الذي يتم في الدعوة عن دخل الزوج. ويقدر القاضي حسب التحري الذي ورد أمامه في ملف الدعوة، يقدر حالة الزوج ويساره أو عسره حسب الأحوال، لأن ده بيدي فرصة للمحكمة إن هي تقضي ضد المطلق بما تراه مناسبا، وإذا كان معسرا قد تقضي المحكمة بإلزامه بالنفقة التي تقضي بها ولكن على أقساط، يعني ممكن المحكمة تقسطها على الزوج المعسر. كمان في جزئية مهمة جدا المحكمة بتضعها في اعتبارها، مدة الزواج. يعني هل اللي اتزوج متزوج واحدة 15 سنة زي اللي متزوج سنة، أو متزوج واحدة 10 سنين زي اللي متزوج سنة؟ طبعا بتفرق. يعني عشان كده بنقول إيه، تراعي المحكمة في احتساب مدة المتعة مدة الزواج والمعاشرة بينهما حال الزواج، فكلما طالت بالطبع تزداد المتعة وتزداد تقديرها ومدتها في حساب المحكمة لها بسنتين أو أكثر حسب طول مدة الزواج. وهو دي العبرة، يعني النقط دي هي النقط الأساسية في دعوى المتعة، ليسار الزوج ومدة الزواج اللي قعدوها مع بعض قد إيه. طب في جزئية المحكمة لازم تأخذ في اعتبارها عناصر هذه الجزئية، وهي جزئية مهمة جدا. إيه هي؟ سبب الطلاق إيه؟ لأن ده له دور كبير في تحديد العلاقة اللي بين الزوجين. هل هم طول عمرهم عايشين عيشة سيئة مع بعض، يبقى إذن ما فيش أي استمتاع، طول عمرهم في مناوشات وطول عمرها تشتكي وطول عمرها مش عارف إيه، يعني حياة الفترة الزوجية نفسها متقطعة بالشكاوى المتعددة ومتقطعة بالمشاكل، يعني ظرف الاستمتاع نفسه مش متوافر، يبقى كفاية عليها أوي السنتين ويبقى كده، يعني إيه المحكمة مجاملها كمان، بس القانون اللي ألزمها بالمجاملة دي. إذن البحث عن سبب الطلاق هو بحث عن سبب الدعوة نفسها، اللي هو زي ما قلت اللي هي مدة المعاشرة الفعلية والاستمتاع بطول المدة اللي قضاها الزوج مع زوجته على فراش الزوجية، هو ده سبب الدعوة.
سبب الدعوة أصلا هو ده، فالمحكمة بتحدده هل تم ده أو ما تمش ده، أو كانت العيشة كلها مقرفة وبالتالي زوجة نكدية وزوجة مقرفة ما تستحقش نفقة عدة. يعني القاضي بيبقى بينه وبين نفسه كده بيقول ده أنا ممكن إيه أحبسها مش هديها نفقة عدة، ده زوجة مقرفة وزوجة. ما هو القاضي بيقرأ كل الأفكار بتاع الطرفين قدامه، لأن الطرفين بيجوا قدامه وبيشوفهم وبيشوف كل واحد، وهو بيناقشها بيفهم أفكارها وبيشوف شكلها وبيشوف طريقة لبسها وبيشوف إيه وضعها بالظبط في وجه الاستمتاع عند جوزها. ما هو شكل الزوجة نفسه أو لبسها أو هيئتها أو اهتمامها بمظهرها أو شكلها ده جزء من الاستمتاع. فكل هذه الأمور بتوضع في تقديرات المحكمة حال مناقشة الدعوة وحال التحقيق في الدعوة، لأن المحكمة بتحيل الدعوة للتحقيق سواء العدة أو المتعة، وبتجيب الشهود الطرفين بيجيبوا كل واحد بيجيب 2 شهود له عشان يثبت موقفه القانوني. وبالطبع بالإثبات الأول على الزوجة أو المطلقة اللي رفع الدعوة، عيب الإثبات على المطلقة اللي رفع الدعوة، ولكن من حق الطرف الثاني المطلق ان هو ينفي ما تثبته عليه الزوجة بذات الطريقة، ده قانون. والمحكمة بتبحث في قصة الطلاق وسببه زي ما انا قلت عشان تحدد الجزئية الأساسية والعمود الفقري لدعوى المتعة. اولا راجعوا سلسلة التطليق بتاعتنا اللي احنا قلناها في الحلقات السابقة، مهم جدا لان كلها عناصر مكملة لبعضها هتوصلك للدعوة اللي احنا فيها النهاردة واسبابها وعناصرها. ايه هو سبب الطلاق؟ سواء بالطلاق بالارادة المنفردة او بالاتفاق او باسباب التطليق القانونية اللي احنا ذكرناها في حلقاتنا في سلسلة حلقات التطليق، راجعوها عشان تربطوا الافكار ببعضها زي ما احنا متعودين. يبقى كده فهمنا ان دعوة العدة مقصود بها ايه ومفهومة ايه وشروطها ايه، ودعوة المتعة مفهومة ايه وشروطها ايه. وطبعا زي ما احنا متعودين في كل حلقاتنا ان احنا بنبتدي نتكلم عن صحيفة الدعوة وبتشمل ايه، ولكن كما تعودنا في كل دعوة الأسرة وكما شرحنا دائما في كل دعوة الأسرة وأكدنا عليه، بتذهب أولا إلى مكتب تسوية الأسرة في محكمة الأسرة اللي تقع في دائرتها محل إقامة المطلقة اللي بترفع الدعوة، بتقدم طلب في تسوية الأسرة عن النزاع اللي هترفع عنه الدعوة سواء كانت متعة لوحدها أو عدة لوحدها أو الاثنين في دعوة واحدة، بتقدم الطلب بالوصف اللي هي عايزاه، بيحددوا لها رقم ويحددوا لها جلسة ويحددوا يبعتوا للزوج، ولو ما جاش أو ما تمش التسوية بيمنحوها على طلب التسوية بيدوها شهادة عدم تسوية، ودي هامة جدا لأن هي مستند أساسي في قبول دعواها أمام المحكمة، ولذلك هي بتحطها في حفظة مستندات مع وثيقة الطلاق وهي بتقدم دعواها في المحكمة. لازم ترفع صحيفة الدعوة حفظة مستندات فيها شهادة التسوية وفيها وثيقة الطلاق وتقدمهم للمحكمة، وبعد كده تبتدي تحرير صحيفة الدعوة. واحنا اتكلمنا في كل دعوة الأسرة ازاي تحرر صحيفة الدعوة وازاي تقدمها، هي بتحرر صحيفة الدعوة وطبعا بتحرر بعد موضوع التسوية زي ما انا قلت وارفع حفظ المستندات، وبيكون شكل صحيفة الدعوة. وطبعا لو في اي مستند لها بيثبت دخل الزوج او شركته او مؤسساته او تقييمه المادي او الكلام ده كله بتقدمه ضمن حفظة المستندات اللي هي مقدماها عشان تبقى دعم لها مع التحري اللي بيتعمل عن دخل الزوج. يعني لو معاه مثلا ايه السجل التجاري بتاع الشركة، لو معاه صورة من بطاقة ضريبية، لو معاه اي مكاتبات عن اي شركات او اي اعمال خاصة بالزوج او المطلق تقدمها مع مستندات عشان تثبت مدى قدرته ويساره اللي المحكمة هتقضي عليه زي ما شرحت قبل كده. وفي صحيفة الدعوة احنا بنحررها طبعا بتكتب المدعية المطلقة اللي هي
فلانة الفلانية المقيمة بناحية كذا، ومحلها المختار مكتب الأستاذ فلان الفلاني المحامي بناحية كذا، أنا محضر محكمة الأسرة بناحية كذا، قد انتقلت إلى محل إقامة السيد المطلق بقى جوزها أو المطلق بتاعها اللي هي رفع عليه الدعوة، بيتكتب ويتكتب عنوانه كاملا تفصيليا بالطريقة اللي هيوصل لها المحضر، ما يرجعش الإعلان لأي سبب من الأسباب اللي هو اسم المطلق. وأعلنت بلادي الموضوع بقى، تبتدي تشرح موضوع الدعوة إن هي اتجوزته إزاي وتاريخ الزواج، يعني الطالبة كانت، ما هي الزوجة بقى كانت زوجة للمعلى الإنيه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ كذا كذا كذا، ودخل بها وعشرة معاشرات الأزواج، وأنه بتاريخ كذا 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 فوجئت بوثيقة طلاقها من المعلى الإليه بتاريخ كذا كذا كذا، وتشرح بقى طريقة الزواج وطريقة الطلاق، وإذا كان هناك سبب أو علل في هذه العلاقة هي بتحكيها بموجز في صحيفة الدعوة، لأن المحكمة بعد كده بتحقق فيها. وإذا كان هناك في الأمر سر يجرح مشاعر الطرفين، فالمحكمة بتعقد له جلسة سرية في المدولة بيحضرها الطرفين ومحاميهم فقط، ما بيحضرهاش أي من المحامين أو الجمهور في جلسة علنية، يعني تبقى جلسة سرية في قاعة المدولة مع هيئة المحكمة فقط إذا كان فيها هناك من الأسرار الشخصية الزوجية التي تكون جارحة عند إعلانها في جلسة علنية. وبعد ما بتكتب الصحيفة بالمضمون وبالمعنى ده، بتختتمها بطلب الحكم لها بإلزام المدعى عليه اللي هو المطلق بنفقة عدة لها ونفقة متعة، مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وطبعا زي ما قلنا أن أحكام الأسرة أحكام شاملة النفاذ المعجل بقوة القانون، حتى لو استؤنفت بتنفذ بحكم أول درجة أحكام النفاذ كده. أعزائي، هذه هي صحيفة الدعوة وطريقة رفعها، شرحناها في كل الدعوة السابقة، راجعوها للاستيضاح وكيف تتداول الدعوة في المحكمة وكيفية الحضور وحلف اليمين، لأن طبعا في دعاوى، في جزئية مهمة عايز أوضحها قبل ما أختم، في دعاوى العدة والمتعة لابد من حضور الزوجة المطلقة بشخصها. المحكمة هتطلب حضورها بشخصها في جلسة من الجلسات، يعني في موضوع العدة، لأنها بتقسم اليمين أمام المحكمة على انتهاء عدتها شرعا من مطلقة، فبتحلف اليمين على آخر مرة شافت دم الحيط فيها، ده الكلام ده قانوني بتحلفه أمام المحكمة، وللمحكمة أن تحيل الدعوة للتحقيق لسماع شهود بخصوص أي مشكلة من المشاكل في العلاقة الزوجية، وكذلك لو هناك بعض النقاط لم تكن واضحة في صحيفة الدعوة ولم تتضح أمام المحكمة، من حق المحكمة أن تحيل الدعوة بحكم تمهيدي للاستجواب، والاستجواب أحد الطرفين أو كليهما في بعض النقاط الغامضة في هذه العلاقة أو في هذه الدعوة لاستيضاحها، كي تبني المحكمة عقيدتها الكاملة للفصل في الدعوة. كل هذه الأمور من حق المحكمة في إدارتها للجلسة وفي تناولها للدعوة، وبعد كده لما يصدر لك الحكم بتستلم الصورة التنفيذية وبتعلن عن طريق محضر الأسرة، كما قلنا في دعوانا السابقة راجعوها عشان تستوضحوا النقط دي عشان ما نكررهاش ونضيع وقت فيها. وبذلك أعزائي نقود قد انتهينا من حلقتنا اليوم عن نفقة العدة والمتعة.